نحن الهدف نتاعنا هو يعني يكون حضور جماهيري كبير على مستوى ملعب ميلود هدفي بكل بطبيعه الحال. احنا يعني قمنا بكل المجهودات وعمليه التاسيس والعمل مع المجتمع المدني من اجل يعني حضور كثيف للجمهور. يعني لغايه البارح كان مازال المجهود هذا يعني قائم على مستوى الولايه. نتمنى ان شاء الله كما تشوفوا يعني حتى الظروف المناخيه اليوم وراي نوعا ما يعني مش في يعني جيده كما يقولون. نتمنى ان شاء الله يعني ان الجمهور يكون حاضر. ما تنساوش باللي باش راه يوم نتاع يعني يوم نتاع عمل يتوسط الاسبوع اضافه الى هذا يعني برودة نتاع الحال. وكذلك المقابله الاولى راح تكون يعني على الساعه الخامسه تقريبا يعني مع انتهاء يعني اليوم نتاع العمل. بطبيعه الحال يعني احنا اول وقبل كل شيء كما تفضل السيد وزير الشباب والرياضه يعني منذ اشهر ونحن نعمل على تنظيم يعني عمليه التنظيم لاحتضان هذه التظاهره الكرويه القاريه. ويعني قلنا بلي باش لازم تكون يعني الاستقبال نتاع الفرق في احسن الظروف. يعني كنت شفتوا يعني حتى الفريق الكاميروني يعني كان فوجئ بالاستقبال الهائل اللي كان تنظم له على مستوى ولايه وهران. تصريحات كانت جد ايجابيه، نفس كذلك يعني الانطباع بالنسبه الى باقي الفرق التي قدمت الى ولايه وهران، حتى يعني المسؤولين كذلك نتاع الكره الافريقيه اللي جاوا الى مدينه وهران كذلك كانوا كلهم معجبين سواء يعني بالاستقبال او سبب بالمنشات نتاع الاستقبال كذلك يعني الفنادق. فالفنادق التي خصصت لهذه التظاهره واللي تم اختارها من طرف الكاف كذلك هي فنادق جميله جدا، وكذلك هي تحتل يعني مناطق استراتيجيه على مستوى الولايه. المركب الرياضي نتاع ميلود هدفي تعرفوه بلي باش من احسن المركبات الرياضيه يعني بشهاده الجميع على المستوى الحوض المتوسطي وليس فقط في الجزائر او في افريقيا. فيها كذلك يعني المنشات نتاع التدريب كذلك هي منشات جميله جدا بما فيها يعني الملعب نتاع ديكاستور اللي تم استلامه مؤخرا. ونظن يعني كل هذه الامور هذه هي اللي خلات يعني الناس تشيد ب يعني ما يجري في وهران حاليا. بطبيعه الحال نحن يعني في ولايه وهران قلنا بلي باش التظاهره الافريقيه هي تظاهره كرويه اللي تكون مرفوقه بتظاهرات ثقافيه كذلك. فنظن بلي باش العديد من النشاطات منظمه من طرف مديريه الثقافه على مستوى الولايه. فيه كذلك معارض الصناعة التقليدية كذلك على مستوى يعني كل أماكن في الولاية وحتى في الفنادق التي مقيمة فيها هذه الفرق هذه. والنشاطات ستتوالى إلى غاية يعني آخر مقابلة على مستوى هذه التظاهرة.